نعم punctuations comma question mark full stop apostrophe stuff like that. How are you? طبعا we don't forget the capital letters. In the very beginning, the first letter should be capital. So I write capital H. Like this. Okay. Then R, no problem. Then U, no problem. Uh-huh. And this is a statement or question? Uh-huh. Question. Question. Question mark. Question mark. Question. Yeah, هذا أبو فهد. Okay. طيب. ترتاح من النوم. ما نعرف. My name is Salim Saidi. Ha. يلا كده يا علي. نقطة إشارة. طب نبدأ من اليسار. إحنا بنبدأ الإنجليزي من اليسار مش من اليمين يا علي. Okay, إشارة. M, capital M. صح كده. Because. صح إشارة. The beginning of the sentence should be capital. Name. ما فيهاش أي مشكلة. صح كده. My name is apostrophe S. سالم. اسمها apostrophe. اسمها إيه؟ apostrophe يعني ما تكون نقطة يا شاذ تكون على فوق اه بالضبط كده على فوق الله يفتح عليك مش هقدر اسمعه لانه كتاب الماوس زي ما قلت لك صعبه شويه بس ما شاء الله صوتك طيب منك my name is Salim capital S because it's a name and Saidi is capital because it's a name and زي ما انت قلت في الاول خالص full stop because this is a statement مظبوط بعدها I am هنكتبها ازاي يلا بسرعه اي شا... هو يكون كابيتال الشاف انت كابيتال اي وبعدين الابوستروفي الابوستروفي الاول صح. الاول بعدين ام صح الشاف فروم فيش مشكله دمشقس كابيتال كابيتال الشاف دي احسنت لانه سيتي ان ما فيهاش حاجه اند سيريا كابيتال سي احسنت كابيتال اس واخيرا ها فول ستوب نقطه شرط فول ستوب ممتاز شخص ارجو يا ابو فهد تكون مصحصح معانا عشان ما شاء الله علي عامل المطلوب وزياده وان كان هو ما حلش لكن الامور طيبه معاه نكمل مره ثانيه يا علي متالق ما شاء الله كمل ان شاء الله كمل اتس اكسبنسيف يلا نحط الاي شاذ كابيتال اي ممتاز وبعدين نحط الفاصل اللي فوق الشاذ ايوه فاصله اكسبنسيف بالضبط كده ابوستروفي بعدين الاس وبعدين اكسبنسيف ونحط في الاخر ايه النقطه الشاذ اسمها فول ستوب اسمها ايه فول ستوب انا بس خلني اكتب الشاذ عندي هنا ماشي حبيبي كتبت خلاص ايه ممتاز معذرة طيب نيجي لوير از احنا في ايه خليها كابيتال الشاد اها احسنت كابيتال دبليو بعدين افتكر وير از اللي فيها نحط فاصل على فوق الشاد لا ما في نحط صح مزبوط ويرز مزبوط رائع انت ممتاز مالك اسمها ايه شاب واخرا نحط ايوه فروم نحط اخر شيء نهايه واحده ما تستعجلش ما تستعجلش ما تستعجلش واحده واحده ويرز مستر مستر براون هنعمل ايه في كلمه مستر نحط فاصله شاب خليها كابيتال شاب اسف الام خلي كابيتال انت مستر كابيتال ام وبعدين براون فروم نحط استفهام سادي فروم نخلي كابيتال لف واحده واحده ما تستعجلش البي شاد نخلي كابيتال
أحسنت، لأنه هنا مش لون، هو اسمه كده، الراجل اسمه مستر براون. صحيح شاف. وأخيراً نحط إيه في الآخر؟ فارم صدر فهم روم، نخليها لف نخليها كابيتال ونحط استفهام. ليه نخليها كابيتال؟ فروم شاب ما تجي بدايتها كابيتال لف ولا لا ولا تنكتب كذا عادي كتب عادي. الاخر نحط ايه بقى زي ما انت قلت؟ question استفهام mark. question mark question mark question mark question. ناخد اللي بعدها question mark. ايوه اللي بعدها يا شباب بعد نحط question mark. طب واحد واحدة، مش قلنا ناخد من اليسار؟ صحيح صحيح. أريو لا ريس. أيوة السلام عليكم. السلام كابيتال A from R. ممتاز. يو فروم رياض وآخرة نحط كوتشن مارك. Are you from رياض؟ ها في حاجة هنحطها قبل question mark؟ افتكر كده. افتكر رياض. رياض الار يا استاذ الار كابيتال. استاذي الار كابيتال. احسن عند الرياض. انت انا منتظر اتاكدها عشان ما تبقاش بالحظ كده. وبعدين نحط ايه؟ question mark. question mark. دقيقة بس يا شادي. آخر واحدة بقى. ما شاء الله علي يا جماعة، قام بالسؤال الأول لوحده. إن شاء الله فهد ومشاري يساعدونا في السؤال التالي. كملي علي عشان يبقى كملت جميلك للآخر زي ما بيقولوا. أوكي شا. هاو وشاد الليتش نخلي كابيتال. ممتاز. كابيتال إتش. لحظة كده. old فيها حاجة؟ old ممتاز ما فيها شيء شاد. ممتاز رائع. is فيها حاجة؟ is لا ممتازة جميلة ممتاز. نحط شاد استفهام جميلة اللي هو question mark. جميلة جميلة نخليها تجي capital شاد. طبعا اسم بنت دي مش صفة حضرتك. صحيح شاد. الصفة دي بقى العربي صحيح انجليزي. ها في انجليزي صحيح. ونحط question mark. رائع question جدا. mark طيب السؤال اللي بعده بقى كم يسار؟ يلا مين هيقوم بيه؟ يا سار. ايوه صفحة كم؟ المفروض السؤال ده ما يتسألش، المفروض ده كان واجب وانتوا حلتوه. page 48 ومع ذلك ابدأ حل معايا. بيقول find 8 mistakes. السؤال ده بيعتمد على حفظ الكلمات الصح. حفظ كلمات صح؟ هنشوف. أول حاجة كلمة نبدأ مع مين؟ مع أنا يا أستاذ علي فلاح. خلاص يا علي ما شاء الله أنت أنجزت في السؤال الأول. نشوف مشاري أو فهد أو أبو فهد. أوكي. مين يحل معنا السؤال اللي بعده؟ أنا بس أبي أساعدني أستاذ، مشكلة لا. طيب هل هتقدر تصح من النوم؟ مفيش مشكلة. خلاص مفيش مشكلة، مشاري يحل أو فهد يحل. يلا يا مشاري. طيب مشاري معك يا ساد. يلا حبيبي هتكتشف لنا الكلمات اللي فيها الخطأ. مش لازم تقول الخطأ، بس على الأقل قول الكلمة دي فيها خطأ يا مستر. نبدأ بأول كلمة ماي فيها خطأ.
فيها خطأ صح؟ أحسن فيها خطأ وهو زيادة حرف الـ A الـ I. جميل. My name is علي. تمام كده؟ I am فيها مشكلة؟ I am إيه فيها صح؟ إذن I am لا ما فيهاش حاجة هي الـ I مكتوبة كده عشان دي لغة شكل الـ فيها صح لانه هو شكله كده عامل الاي على انها سمول بخط الايد مش بخط الطباع او تشعر يا 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 مشاري ان هو دمج ما بين خط الايد والطباعه فخلينا نقول ان هي الاي في الطباعه مكتوبه كده يبقى انت كلامك يعني منضبط لكن هي الاي في الطباعه انت في الطباعه حلو تمام اذا هي صح فروم فيها خطا فروم فيها غلط يا صاحب حلو تكتب فروم بالضبط with O وليست with A. Saudi فيها مشكلة. Saudi Arabia هل فيها مشكلة؟ لا. This is my daughter. يلا يا فهد. شكرا يا مشاري. هيجي لك الدور تاني مش فاهم تقلقش يلا يا فهد يلا يا حبيب هنشوف الكلمات دي هل فيها خطأ ولا لا كلمة كلمة كده مع بعض this فيها خطأ لا جميل is لا بقى جميل my لا ما في جميل daughter ها فيها ولا مش فيها خطأ فيها استاذ الاي غلط لا هو مش الاي الخطأ هو بعد الاي المفروض هنا يكون في حرف اليو بعد الاي اليو هو اللي ناقص لكن صح يعني في الاختبار على فكرة انك تحط خط يا فهد تحت الكلمه فقط دي الدرجه صح يعني مش لازم ان انت ايه تعمل الخطا حط خط تحت الكلمه وخلاص بحيث صح لا مش لازم صح فقط ضع خط فقط ماشي يا فهد نكمل سميره سميره لاما شي از لا بعد ما فيك اوكي twelve هل كلمة twelve فيها خطأ؟ الله يا فهد انت سمعني رحت فين ما عرفت والله هل كلمة 12 فيها خطأ مين يعرف انا السر انا شوف لا لا ما فيها غلط لا طبعا فيها خطأ وهي ان الاي الصح يكون اي 12 وليس 12 اها طيب years old فيها مشكلة يا فهد لا ما ممتاز رائع نرجع بقى لأبو فهد يلا يا ابو الف ماي فيها مشكله ماي لا طيب فريند
print. لا ما فيها مشكلة. فيها ناقص منها حرف الاي هنا. ما أنا مش... is فيها مشكلة؟ لا is is فيها مشكلة صح. is فيها مشكلة؟ اللي مشكلة اللي في الاز هي اي اس. لا 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 ما فيها. تمام. from no. تمام. no. Oxford يريد نكون نرد فعلينا سريع شوية عشان الوقت ما يضيعش. تمام. لا ما في مشكلة صح. تمام. That's no. تمام. no. in no. تمام. England no. على ما أدري. لا ما في مشكلة فيها. England with A. آه. آخر واحدة بقى نرجع مرة تاني لمشاري لأنه ما خدش غير نقطة واحدة بس. يلا مشمش. الله يسلم. This is my في غلط في البداية سام. هوتيل فين الخطأ؟ لا ما في شيء ما في شيء صح. بالضبط ما فيش أي مشكلة خالص. This is my hotel ولا أي خطأ. تمام. تمام صح طبعا. طيب نروح بقى للجملة اللي بعدها. It's very good and cheap. فين الأخطاء؟ فقط صح؟ very مزبوط الخطأ. أدي أول خطأ هو بالإي وليس الآي. غيره؟ إذا الجملة ثانية صح؟ يعني مكتوبة قدامك إيه؟ أتوقع هذا الغلط موجود يا شباب. لا طبعا في خطأ تاني اللي أتوقع كلمة cheap صح يا شباب. أحسنت كلمة cheap لأن الخطأ في الإي وهيكون مكانها A هكذا. تمام صح يا شباب. تمام. الشغل جميل والأداء رائع ولكن من هنا بيضيع الوقت يا إخوة إنه 20 دقيقة راحت في إنه كان الكلام ده اتحل أصلاً في البيت وكنا جينا النهاردة نصحح. وصلت الفكرة؟ التمرين الأخير في ال نفكر فيه بقى وهو فكرة تكوين جملة. عايزكم تقروا المثالين المحلولين وتحاولوا تحلوا زيهم. هديكم 3 دقايق تفكروا في أول جملة. يلا عيشوا اللحظة.
هل فكرنا في سؤال؟ حليت نص انا الشاب ممكن ايه بس جميل. فكرة السؤال باختصار انه انا عندي كلمات بقدر من خلال الكلمات دي اكون جمل. فمثلا مثلا انا لو عندي كلمات friend هبة كايرو ايجيبت الكلمات اللي عندي اللي بالاحمر، فلما اجي اكون جمله هقول اللي بالازرق this is my friend واكمل الكلمه اللي عندي وهي كلمه هبه واكمل بالازرق she is from اكتب كايرو اللي موجوده عندي بالاحمر وبعدين ارجع اكمل ان من عندي انا وبعدين اكمل ايجيبت بالاحمر. مثال تاني ممكن يدينا كلمه انكل وليد زركا جوردن، فلما اجي اكمل هقولها ازاي this is my طبعا انكل وليد مكتوبه he is from زركا ان جوردن. حل ايش هذا؟ اوكي طيب هجرب الاولى بقى هنقولها ازاي. يلا يا علي this is my cousin نزار. اها ايوه كلام صح. هي from Oman. He is from Oman. In Muscat. Oh, he is from Muscat in Oman. Oman. Muscat Oman. In. Sorry, sir. صحيح. Oman. طيب نأخذ اللي بعدها. ناخد مين؟ ناخد مشاري. يلا يا مشاري. مشاري تسمعني؟ معك يا استاذ. يلا حبيبي. يلا جرب نفس الفكرة على كلمة teacher. أردت كلمات أستاذ ولوش؟ لا يعني إحنا حلينا ثلاث أمثلة قدامك، لو أنت معانا ومركز مش سايب الجوال وبتعمل كوبات نسكافيه وجاي عشان صح ده موضوع تاني. لكن لو سيبت الجوال رحت عملت نسكافيه. طيب إحنا شرحنا ثلاث أمثلة، المثال الأول والثاني والمثال الثالث حله علي دلوقتي حالا، لكن أنا ما كتبتهوش عشان أشوف الناس مصحصحة من مش مصحصح. يلا جاوب زي المثال المحلول، نعتبر الكلمات اللي بالأحمر دي هي اللي موجودة معنا تحت هنا وهنكمل عليها زي الكلمات اللي بالأزرق من فوق عشان نكون الجملة. بيقول teacher Mr. Walker Manchester England، نقولها ازاي زي المثال المحلول تعرف؟ طيب نجرب تاني مع علي عشان علي ما شاء الله هو اللي فهمها. انت ركز بقى ما تروحش بعيد، ما تسيبش الجوال. طب انا استاذ فهد. طيب يلا يا فهد. This is my teacher. هناخد الكلمات اللي فوق دي اللي هتخليها مثلا بلون تاني وهو اللون الأخضر مثلا. This is my مكان uncle هنحط teacher. بعدين اسمه Mr. Walker. أحسنت. رائع. He is from مكان زركا نحط مانشستر. ها ان انجلند. فهمت اللعبه يا مشاري؟ تقريبا يا استاذ تقريبا. جرب كده مع انت صبيحه اليبو سيريا.
صوتك بعيد جدا. ايه بس يا استاذ تسمعني كده؟ ايوه. يلا قول معي. ابدا من الاول، من اولها خالص، ما سمعتش البدايه، قول البدايه تاني من الاول، ما سمعتهاش. معي يا استاذ صح؟ بدايه، بدايه الجمله زي بدايه اربع امثله محلوله فوق، مثالين هم واثنين تحت، هنقول ايه؟ تاني يا مشاري. This is my، وابدأ أكمل الجملة. يلا أفتكر this... مفتاح تاني من الأول. This يا سار من الأول خالص، قول This is my، وابدأ أكمل الجملة بالكلمات اللي تحت. يلا This is كده كده يا سار. أنا بقول is، أنا قلت هي إيه الصعوبة اللي في كده؟ تاني. This is my what؟ ها؟ Sabrina. My aunt Sabrina. صبيحة. صبيحة. تمام. نرجع نكمل من فوق. She is from. نرجع نكمل من تحت. أليبو. أليبو. نكمل من فوق. إن. ونكمل من تحت. سيريا. قول الجملة على بعضها بقى. باي. أنت أيوة. سبرينا. صبيحة. She is from. She is from Inabu. أيوة. And سيريا. هو الموضوع معقد للدرجة دي؟ لا بس كدقرة يا سيد. وليه؟ يعني ليه نبذل كل هذا المجهود الرهيب في حاجة اتقالت أربع مرات قبل كده؟ احنا محتاجين نركز. طيب محاولة طيبة، نشوف مين كمان. أبو فهد. يلا يا أبو فهد. هلا استاذي. نعم يا علي. هندي اقدر اكمل يا استاذي؟ انا عارف. اوكي ياخذ راحته، ندي له فرصته عشان ياخذ راحته. اول وحده صار. يلا حبيبي. بيقول فريند سليم هاشمي دمام سعودي عربيه. أظن اتحلت قبلك خمس أمثلة، فأنت عارف الطريقة وعارف الأسلوب. لا ما أقصى. يعني من فوق الخمسة اللي حلوا قبلك، ثلاثة حلوا أمثلة وأنا حليت مثالين، كل ده ما فهمتش منه أي حاجة؟ مشاري وعلي وفهد حلوا وأنا حليت المثالين اللي في الأول، كل ده ما فهمتوش؟ ما فهمتش الطريقة يعني ازاي بنكون الجملة؟ انا مو مستوعب الصوت. مش مستوعب لغاية دلوقتي. توني صاحي. احنا قلنا الكلمات اللي بالاخضر بنبدأ بيها الجملة، الكلمات اللي بالاحمر اللي تحت يعني اصبحت بالاحمر يعني دلوقتي، بس هي الكلمات اللي تحت دي بنستبدلها مكان الكلمات اللي بالاحمر اللي فوق وبنكون الجملة. فمثلا لو قلنا This is my تبقى ثابتة مش هتتغير. اللي هيتغير الكلمات اللي تحت، هنشيل friend نحط مكانها cousin أو teacher أو aunt أو friend أيا كان، أو هنشيل uncle أيا كان.
هنشيل الاسم حبيبة أو وليد نحط مكانه نزار، مستر ووكر، صبيحة، سليم رشيدي. هنكمل بقى، إذا كان ولد يبقى he is، بنت she is from، هنحط اسم المدينة ماسكت، مانشستر، أليبو، دمام بدلا من كيرو أو زركة. in زي ما هي، هنشيل اسم الدولة Egypt أو جوردن نحط مكانها أومان، إنجلند، سوريا، سعودية أرابيا. أول واحدة الصف. يلا قول كده. تمام. تفضل قول. ابدأ أول الجملة. أول واحدة. بس ما نعرف اسمها الصف بالضبط. من هم الاسم؟ اقرا يا حبيبي الكلام اللي بالاخضر. This is my friend. وبعدين اوصل للاسم ربنا يسهل. يعني انت قول كل ده. مش هنتخانق ساعتها مع الاسم يعني. مش هنعمل مشكلة. نحط اسم. ايه اللي نحط اسم؟ هنبدأ الجملة كده. اهو. This is my، وبعدين احط كلمة friend، بعدين ارجع كوما واحط الاسم سليم سعيدي، احط full stop. سليم سعيدي boy or girl؟ boy. خلاص يبقى he is ولا she is؟ he is. مش سمعك يا ابو فهد. he is. بس he is from، ونزل اسم المدينة وبعدين ان، ونزل اسم الدولة. بس ايه بقى المعضلة؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه طيب امال ايه بقى؟ الحمد لله على السلامة يا معجب. السلام. يعني أنا نفس الحماس القوي اللي أنت بتتكلم بيه كده، ترسل هذا الحماس للإدارة عشان تتفهم الإدارة الأمر، مع إن الإدارة رأت إن هذا الأمر هو حل وسط لا بتيجي على نفسها ولا بتيجي عليكم، وفي نفس الوقت ممكن نخلي إحنا الاختبار بعد العيد فيكون فكرة طيبة عشان نقدر نساعد بعض أكتر. وصلت الفكرة؟ طيب الصف. نعم. هي فرم متى اختبر هي؟ بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله. بالعيد الصف من الجوال ولا لا؟ هيبقى عن بعد برضو، ولكن هبعت لكم نموذج عبر الواتس، هتدخلوا تحلوا النموذج وترفعوا الحل مرة تانية. و الاختبار بيجي على اللي درسناه بس، مو باشياء. اكيد طبعا فعلا. اكيد طبعا اللي درسناه فقط. طيب استاذ، يعني يخلص الكورس يوم الاربعاء ان شاء الله. تمام. بس طيب استاذ، انا كلمت المدير امس. أيوة. تقريبا. ايوه اوكي. ايوه قال لي لازم انا اروح بعد العيد، انا اروح نفسي، هو بيرسل انا اروح. يقول ما ادري تروح فين. المعهد يقول تعمل ايه؟ ما ادري. احضر كورس بنفسي انا، اروح يوم الاحد وبيرسل لك رساله. ما ادري، يمكن هو بيتكلم على الكورس الجديد المستوى الاول. ده موضوع ثاني. يمكن انا استغربت، قال لي برسل لك رساله بعد العيد عشان تجي المعهد. فعلا هو بيقول لك يعني في حاله ما اذا ربنا سهل قول معايا الحياة يعني رجعت لطبيعتها إن شاء الله. تمام. هيبعت لك رسالة بقى يقول لك والله الحياة رجعت لطبيعتها، فيلا علشان تدرس المستوى الأول زي الناس طبيعيين يعني زي زمان يعني. بس يمكن هو مقصوده كده، مش فاهم طبعا بتتكلم في حاجة أنا مش عارف المقصود بيها. طيب
المطلوب يا جماعة ان احنا تفضل يا ابو فهد. تفضل بعد عيد يعني بعد عيد مباشرة على طول. مجرد ما نقول دي العودة. طيب استاذ. نعم. في كتاب المستوى الاول القاه في المكتبة ولا؟ لا تقلق برضه تبقى محلولة سواء جيت استلمته سواء بعدت لك منه نسخة سوفت وير زي اللي معاك سواء الحياة رجعت لطبيعتها في جميع الأحوال هيكون الكتاب معاك إن شاء الله. طيب الحين أنت صبعة كم؟ يونت 3 بيج 52. ياريت في الثلاث أيام اللي فاضلين دول يا جماعة 2-3-4 نضغط شوية يعني إحنا تراخينا أيام تراخي وتكاسلنا أيام تكاسل الكلام للجميع وليس لشخص بعينه لدرجة إن إحنا ما عملناش حاجة جديدة خالص فالمفروض إن إحنا محتاجين كأنه أسبوعين تاني نخلص فيهم نفس الكمية ويبقى ساعتها خلصنا فقط 75% من الكتاب لكن أنا عايز بقى في الأسبوع ده نضغط وناخد على الأقل واحدة واحدة هل هنقدر ولا نجي بكرة أطلب شيء معين والله ما سمعنا والله ما فضينا والله صحينا متأخر من النوم وكل تلك الأعذار اللي ضيعت الوقت على الكثير منا بكرة الثلاثاء يا أستاذ نعم باقي ثلاثة أيام اليوم وغدا وبعد غد أنا بسافر يوم الأربعاء شفت لسه بنحكي والله بسافر يا أستاذ بسافر مصدقك أنا مصدقك هو أنا أقول لك متسافرش بس أنا بحكي إذن الكلام ليس لشخص معجب الكلام عند كل حد فينا كل حد فينا كان عنده مشكلة أثناء الكورس منها عدم الانتظام عدم الالتزام عدم فهو ده اللي وصلنا لهذه المرحله فارجو ان شاء الله احنا في الثلاث ايام لو تخلي استاذ الكورس استاذ في الصباح يكون احسن ارجو ان احنا في الثلاث ايام دول نضغط نفسنا اللي ما تعبناهوش على مدار اسبوعين هنتعبه على مدار يومين النوم اللي نمناه والكسل اللي تكسلناه والتخاذل اللي تخاذلناه وعدم الالتزام اللي حصل مننا على مدار اسبوعين عايزين نعكس تماما على مدار يومين فقط بغض النظر عن التفاصيل انت بتحكي فيها يا معجب طيب. فقط عايزين نتحول 180 درجة من ناس كسولين نايمين متخاذلين شوية فوق وشوية تحت إلى ناس عندنا غاية الانضباط ليس فقط خلال الساعتين من 3:30-5:30 ولكن على مدار اليوم يعني حتى وأنا مش معاك لما هطلب منك حاجات تخلص يبقى أنت تخلصها وكده أنا جاوبت على سؤال معجب ان نخلي الكورس الصبح لا حضرتك الكورس هيبقى معاك 24 ساعه ساعتين منهم بس معايا انا وباقي الساعات انت بتخلص المطلوب منك معليش استاذ انا قصدي انه نحط الصباح استاذ يكون متفرغين له استاذ انا كلامي واضح العصر تعرف استاذ كلامي واضح المطلوب انك تكون معايا في الساعتين دول على مدار الثلاث ايام دول 2-3-4 ما عدا الساعتين دول انت شغال على الانجليزي بس لا بتعمل مقاضي للبيت ولا بتخرج ولا انت مركز بس الاهل يقولوا لك اللهم والله يا جماعه انا الكورس بتاعي اصبح to be or not to be اكون او لا اكون يا اثبت نفسي لنفسي قبل ما اكون اثبته للمستر او ليكم او للشهاده او للدرجه يا اما كان شيئا لم يكن هنعرف نعمل كده ولا بالمصري كاني منفخ في قربه مقطوعه هنقدر ان شاء الله طيب ان شاء الله هنخرج لتسجيل الغرفه ونرجع بعد أقل من 5 دقائق إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته